أكثر من 300 يوم وما زالت تزييف قرين الأداء الإعلامي على شاشات ومراكز بحثية أطلسية بالدرجة الأولى متاجرة بالمآسي وقلب للأدوار وتعويم لروايات استخبارية، كلها عناصر حكمت المشهد الإعلامي الأخير منذ جريمة الاحتلال في مجد الشمس وصولاً إلى عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد في حزب الله فؤاد شكر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حروب الإعلام لهذه الليلة، ترافقنا فيها من الاستوديو مديرة الميادين أونلاين الزميلة بهية حلاوة. مرحبا بك بهية. كذلك نرحب كالمعتاد من شيكاغو بالأستاذ في علم الاجتماع الدكتور سيف دعنة. أهلا بكما. ستكون البداية معك بهية، سنستهلها من جريمة مجد الشمس وكيف حاول الاحتلال بالخطاب الإعلامي إعادة كتابة هذا الحدث المأساوي وأن يجيره لمصلحته، لكن بداية لنستمع إلى أبرز ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذه القضية بالتحديد. في حادثة مجد الشمس هناك صاروخ سقط في البلدة، نحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونحن نملك شجاعة أننا لو قصفنا أي مكان أن نتحمل مسؤولية حتى ولو كان خطأ، لأنه في بعض الناس قال يا أخي يمكن الجماعة يكونوا مغلطين. نحن لو مغلطين بنعترف وبنعتذر وعندنا سوابق طويلة بهذا الموضوع، لكن نحن تحقيقنا الداخلي الدقيق أدانا إلى هذه النتيجة، لأن نحن ما طلعنا البيان دغري، نحن صبرنا ساعات. إذن نبدأ معك بهية حول هذا الموضوع. صحيح محمد، سنحاول تفكيك ما حصل أو كيفية تعامل الإعلام الغربي مع حادثة مجد الشمس كونها بداية سياق تضليلي شامل. سنستعرض يعني هذه الصورة وصولا إلى عملية اغتيال الأخيرة للقائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر. طبعا هذه الرواية المزعومة شكلت نوع من أو نقطة مفصلية لناحية تعامل الإعلام الغربي وكيفية يعني انغماسه في المهمة المطلوبة منه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من التبني المطلق للرواية الإسرائيلية للحادث من دون أي تشكيك، من دون أي تدقيق، ومن دون حتى أي يعني عوامل منطقية أو أدلة منطقية يتم تقديمها للجمهور. لاحظنا يعني محاولة حجب أي تفصيل يمكن أن يسمح للقراء حتى بالتشكيك بهذه السردية، دائما لإلزام الجمهور بالسردية الأساسية أو الرواية التي يريدها الإعلام الإسرائيلي. بعدها الانتقال مباشرة للحديث عن فعل عسكري إسرائيلي مستند لمسؤولية حزب الله المزعومة حول هذه الحادثة. هي أدوات قديمة جديدة إذن محمد لبناء هذه الرواية الإعلامية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. النقطة المفصلية هنا كانت محاولة مباشرة لتبرئة نفسه من هذه الجريمة وإلصاق التهمة بحزب الله كما ذكرنا، ثم القيام بكل هذه الاستعراضات التي شهدناها المكثفة من زيارات ميدانية إلى جانب ربما اللعب على الوتر الطائفي بشكل كبير جدا، محاولة إسكات حتى الإعلاميين الذين حاولوا أن ينقلوا صورة مغيرة، وهذا ما حصل مع زميلتنا هناء محميد وسنستعرض هذه المواد. إذا صدر المادة بشكل مباشر للإعلام الغربي، سنتابع مثلا كيف نفذت هذه الرواية الإسرائيلية المنحازة بسهولة إلى منبر مثل CBS نيوز ضمن هذا التقرير. A funeral lament for the 12 children blown apart by a Hezbollah rocket. The villages of Majd al-Shams gathered in their thousands to mourn. Israel and the U.S. have both blamed Hezbollah for the strike. Officials from both countries say military intelligence shows the rockets were launched from an area controlled by the group. Israel and the U.S. say the strike was carried out by Iranian-backed Hezbollah from Lebanon, which denies responsibility. Israel says it's the worst assault on its civilians since the Hamas terror attack of October 7th. Hezbollah is denying it's them. Usually they claim rocket attacks into Israel.
or into this occupied part of the Golan Heights. They're insisting it's not them. It may be them, but it's still not confirmed. Some people on the ground are suggesting that it could have been an interceptor, an Israeli interceptor rocket that was trying to hit an incoming Hezbollah rocket. دائما كما المادة على شاشات تلفزة محمد ينصح بالخطاب أيضا على المقالات والمادة المكتوبة في التقارير الصحفية أيضا. نبدأ جولتنا مع وكالة أسوشيتد بريس التي عنونت تحالف الشرق الأوسط الأمريكي من أجل الديمقراطية يدين هجوم حزب الله على ملعب إسرائيلي. أيضا واشنطن تايمز جزمت في هذا التقرير بأنه الأطفال أصيبوا بصاروخ أطلقه حزب الله وهو صاروخ فلك واحد إيراني الصنع. في موقع تايم نيوز أيضا نطالع كيف أن من المرجح أن يكون مصدر الصاروخ من لبنان وينقل ضمنيا كيف نفى حزب الله مسؤوليته عن هذا الاعتداء كما سمى. ربطا بهذا الخطاب الإعلامي الواحد لفتتني هذه التغريدة أيضا كما نستعرض على الشاشة. يدرك الغرب تماما كما في أوكرانيا مثلا أنه احتلال أرض أجنبية هو صفة أو وصفة لحرب دائمة يتحمل المحتل المسؤولية عنها، لكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي كما في مرتفعات الجولان السورية يحدث فقدان مفاجئ للذاكرة كما يقول المنشور. طيب إليك الآن دكتور سيف لنفهم أكثر بخصوص طيب لحين يجهز الدكتور سيف معنا نعود لك بهية. نريد أن نسأل لأنه أيضا تم استخدام أو تجير العنصر الطائفي صحيح. بهذه الحادثة كيف تم ذلك في الإعلام وفي الرواية عموما؟ طبعا ليس بالأمر الجديد زج العنصر الطائفي في عملية التحريض والتضليل للجمهور وللمتابعين. رصدنا عناوين لافتة، بعض هذه العناوين مثلا ما هي هذه الأقلية الدينية التي يلفها العزاء بعد هجوم حزب الله؟ هو خطاب يتسق مع قيام الاحتلال منذ عقود، يعني بفصل الطائفة الدرزية عن الديانة الإسلامية أولا. واشنطن تايمز أيضا كتبت عن الموضوع نفسه، سألت من هم الدروز الذين قتلوا وما أهمية هذه المسألة. في إحدى المرات حاول الاحتلال يعني استغلال تهجم حتى أحد الأشخاص على لبنان بعد الجريمة الإسرائيلية، لكن أهالي مجد الشمس أكدوا أنه ليس من المنطقة، رفضوا أن يظهر على الإعلام ثانية، يعني لا يمثل هؤلاء، لا يمثلهم. الكلام هنا لمسؤول الشؤون العربية في يديعوت أحرنوت كما يروي في منشور في فيسبوك. بالتالي محاولة إيجاد أشخاص لتمرير هذه الرواية المزعومة ولمحاولة تصدير الفتنة على لسان يعني ما يبدو للجمهور الغربي أو للغريبين عن هذه المجتمعات والذين لا يتابعون بشكل يومي أنه جزء من هذا المجتمع أو من هذا النسيج. من هنا أيضا يمكن أن نفهم محاولات الاحتلال قمع الإعلام كما ذكرنا محمد، منهم مراسلة الميادين هناء محميد خلال قيامها يعني بتغطيتها الطبيعية من مجد الشمس. في موقع جويش بريس نرصد حلقة أخرى من مسلسل التحريض على هناء. بحسب التقرير الإسرائيلي ذكرت أن الأطفال لقوا حتفهم في هجوم إسرائيلي وأصرت على أن سكان مجد الشمس يشككون في أن الصاروخ أطلقه حزب الله. أشارت إلى المنطقة بالجولان السوري المحتل، يعني يعددون ويفندون أسباب يعني الهجوم عليها أو الأسباب الكافية التي تبرر وتشرع عن هذه العملية التعرض لها. وصفت كما يذكرون، أشارت إلى المنطقة بالجولان السوري المحتل، وصفت مزاج البلدة بأنه مشهد مقاومة للاحتلال. نتابع جانبا مما ذكرته هناء في هذه الصوتية. حضر إلى هنا بعض الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبعض النواب من الكنيسة الذين ينتمون إلى حزب الليكود والحكومة الإسرائيلية، وكان هناك غضب عارم من قبل الأهالي واجهوهم به واتهموهم، يعني الأهالي اتهم هؤلاء الوزراء ومن بينهم الوزير بتسلئيل سموتريتش المعروف بعنصريته وبمشاريعه الاستيطانية خاصة فيما يخص الضفة الغربية وضم الضفة الغربية. واجهه عدد كبير من الأهالي هنا وقاموا بطرده وقالوا له أنت قاتل وأنت جئت لترقص على الدماء. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لنواب ووزراء آخرين أتوا من الليكود محاولين استغلال هذه الحادثة الأليمة بالفعل على المستوى السياسي ولإحداث شرخ ديني وطائفي ولإشعال الفتنة الطائفية هنا في الجولان، مستغلين هذا
الحدث الأليم، خاصة مع اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لحزب الله بالمسؤولية عن هذا الانفجار الصاروخي. كان هناك تشكيك برواية الاحتلال الإسرائيلي من قبل الأهالي. ربما أكثر ما ضجت به المنصات حول هذه الحادثة محمد، والتي غيبها بالتوازي الإعلام الغربي ولم يتعامل معها بالشكل الكافي، كان طبعا تصدي أهالي الجولان بشكل واضح وصريح لمحاولات الاحتلال للرقص يعني على دماء الأبناء والأطفال. هنا مثلا نرصد كيف خرجوا لطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال قدومه لتفقد موقع سقوط الصاروخ. نتابع هنا. اما الغريب اللي عم بيجي لهون بغاي، نحن بدنا شيء، قلت لهم غايت بدنا شيء، بعيد عن السياسه، بعيد عن كل شيء، نحن لابسين الاسود ونحن بدنا نحزن وبدنا نحد على اولادنا، بدناش اي حدا يشوش علينا. طبعا بالتوازي مع كل هذه الفبركه وبالتوازي مع عمليات التغييب، نلاحظ ايضا عمليه تهويل رافقت التعاطي الاعلامي، تهويل بالحرب دائما قبل عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران، كما رصدنا في مواقع عديده مثل نيويورك تايمز، بزنس انسايدر ايضا تكتب اسرائيل تعد بشان هجوم انتقامي ضخم على حزب الله، فويس اوف امريكا تحدثت عن هجوم قد يشعل حربا بين اسرائيل وحزب الله، وايضا وسائل اعلاميه امريكيه اخرى روجت لتحذيرات نتنياهو طبعا من مما سمته رد قاس على هجوم حزب الله على أطفال الجولان بحسب دائما تعبير هذه الصحف والمواقع. وأخيرا هذه المادة من واشنطن بوست تتحدث عن ذهاب المنطقة أو تأهب المنطقة لوصول بعد وصول نتنياهو وقراره بشأن الرد الإسرائيلي على ضربة الجولان، وديلي ميل التي تحدثت عن تزايد المخاوف من إقدام إسرائيل على توسيع نطاق الحرب ليشمل جبهات جديدة. بنفس السياق فرانس فان كاتر، نتنياهو يتوعد برد على الهجوم القاتل في الجولان الذي اتهم حزب الله بالمسؤولية عنه. وكذلك الأمر في The Guardian التي عنونت بأن نتنياهو يقول إسرائيل ستنفذ ردا قاسيا على ضربة الجولان. واضح. والآن إليك دكتور سيف، دعنا لنفهم أكثر خصوصا في السياسة كيف استثمرت وتاجرت إسرائيل بدماء أطفال الجولان بعد الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبتها، كي تكسر القواعد، كي تعتدي على الضاحية، كي تقوم بكل هذا التصعيد في المنطقة، ودائما ما تعلل ذلك بأنه ثأرا لأطفال مجدل شمس. هنا أي نوع من الجمهور تخاطب؟ ماذا استفادت إسرائيل؟ وهل نجحت بتوظيفها لعنصر العزف على الوتر الطائفي أو وتر التفرقة، خصوصا الفتنة الشيعية الدرزية؟ مساء الخير. أولا أهلا بك. يعني هناك جانبين للموضوع. الجانب الأول وهي القاعدة التي تحدثنا عنها منذ البداية، قاعدة خدمة الإعلام للسياسة أو ضرورة النظر إلى الإعلام كجزء من منظومة الهيمنة بشكل كامل. ولكن في هذه الحالة سأسرد بسرعة وسأشرح لاحقا لأنني أود التركيز على الجانب السياسي أكثر. كل السرديات التي رأيناها منذ 27 تتشابه حرفيا. أولا، وهذا أحد أهم عوامل الشبه بين كل السرديات عدا عن طبعا مسلم أنها تتبنى السردية الصهيونية، لا يوجد في أي سردية من سردية الاغتصاب وقتل الأطفال في البداية أي دليل جنائي أو حتى تحقيق استقصائي. المطلوب هو ما كنا نراه هو نقل حرفي عن الناطق العسكري الصهيوني. سأذكر أمثلة من كلا الطرفين. في الحالة التي كانت هناك لا يوجد أدلة على الإطلاق وتم الترويج لهذه السرديات، وفي حالات أخرى حالات الاعتداء على الفلسطينيين كانت هناك أدلة والعرب طبعا وتم التشكيك فيها. الجانب الآخر هو حدثنا عنه كثيرا ولكن هذا رأيناه بشكل واضح هذه المرة، هو الاستناد إلى جانب إلى تاريخ طويل من الشيطنة. طبعا نتحدث دائما عن الهيمنة الصورة أهمية ذلك وتكامل عمل المنظومة. العربي والمسلم في هذا التاريخ، يعني هو موجود في كل الحالات ولكن في حالة العربي والمسلم هي مختلفة. العربي والمسلم في هذه المنظومة ليس كائن سياسي، لا يمتلك أدوات التعبير والعمل السياسي، هم مجرد قبائل لم يدخلوا التاريخ ولا يمتلكوا أدوات التعبير السياسي الحديثة، وبالتالي كما نرى بالأفلام هم قبائل يتم شراء زعيم القبيلة وبالتالي يعمل كل أفراد القبيلة لصالح من يشتري زعيم القبيلة.
لهذا نرى دائما كل حركات المقاومة في المنطقة. هذه العبارة ربما التي كانت أكثر ترداداً في الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية، أنهم كلهم أدوات لإيران، حزب الله أداة لإيران، حماس أداة لإيران، وكأنه لا يوجد قضية فلسطينية. الثالث وهذا مهم جدا، أغلب كتاب التقارير المتعلقة بالموضوع هم إما إسرائيليون، يعني ومن مكتب القدس تحديدا، وتحدثنا كيف أنه لا يوجد تقرير يخرج من مكاتب القدس إلا يتم تمريره على الناطق العسكري، وبعضهم كان في الحرفيا يعمل في مكتب الناطق العسكري. تحدثنا عن أنات شوارتز لاحقا، لكن لدينا أيضا الآن أرن بوكسرمان، وهو يعني من الاسم يبدو يهودي ويعمل من مكتب القدس، وبالتالي هذا هو المصدر الأساسي. هناك مصدر آخر رأيته في التقرير مؤخرا لصحفية اسمها إفرات ليفني. إفرات ليفني حين تبحث عنها تجد أنها تخصصها هو في مجال الأعمال، لكنها بدأت تكتب مؤخرا عن حزب الله وعن حماس وعن عن عن القضية الفلسطينية. بعض هؤلاء الكتاب وباعترافهم هم، وليس تقديرنا أو اتهام من طرفنا، هم قريبون من الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية، هم يقولون ذلك، وهذا يعني أنهم من الأجهزة الاستخبارية مثل رونين بيرغمان الذي هو أحد أهم كتاب التقارير في هذه الحالة. سأدخل في الجانب السياسي، سأعود لهذه النقاط الثلاثة وتطبيقاتها في حادثة مجدل في مجدل شمس. باختصار شديد، يعني نحن بحاجة إلى تفسير كيف وصلنا إلى هنا، وهنا لعبت دور قضية مجدل شمس والعدوان الصهيوني على مجدل شمس. منذ 7 تشرين الكيان رغم كل ما ارتكبه من جرائم لم يتمكن من إعادة الاعتبار إما لمكانته ووظيفته، ولكن راكم أيضا المزيد من الخسائر. هذا لا يجب أن يكون مفاجئا طبعا لمن يعرف منطق وأساليب حركة التحرير. ليست القضية هنا لأننا أمام مقاومة حقيقية ليس هدفها تحسين شروط تفاوض، بل هدفها تحرير. فكرة غزة، مقاومة غزة الأسطورية المنتشرة منذ 27، هذه لم تكن القضية الوحيدة فقط التي ظهرت بعد 27. يعني هناك هزيمة 27، هناك تراكم الخسائر ما بعد 27 التي حاول العدو الكيان الصهيوني باستمرار العدوان محاولة الحد منها. جاءته جبهات الإسناد خصوصا لبنان واليمن. هذه قضية مهمة جدا، ولهذا السبب هناك محاولة لخلق فتنة شيعية درزية لإشغال حزب الله. جبهات الإسناد اقترحت نموذج حرب استنزاف فريد لا حل له. خلال 10 شهور منذ 8 تشرين لم يستطع الكيان ليس فقط مواجهة هذه الحرب، ولكن لم يستطع أن يجد حلها. إضافة إلى ما حدث في غزة، ما حصل في جبهات الاستنزاف وهي ليست مجرد جبهات إسناد تصاعدت أكد نهش لحركات التحرر، ولكن حتى في هذه الحالة لم نرى مثيل. النموذج المثالي وفق معطيات الجغرافيا السياسية والجغرافيا العسكرية والحالة الشعبية العربية، هذا النموذج أثبت عبقرية في الحقيقة، وأثبت فعالية لا يوجد عند الأمريكيين حل والغربيين حل والكيان الصهيوني حل. إذا لم يعد أمام الكيان الصهيوني خيارات عديدة، ليس فقط أنه لم يستطع الحد من خسائر 27، الخسائر تراكمت. الحل كما يرونه هم بعد 300 يوم، وهنا يأتي السياق. يعني كما قلت في البداية، نحن نقتل أنفسنا، العرب يقتلون أنفسهم في مجدل شمس، العرب يقتلون أنفسهم لأنه نفس الاتهام توجه للفلسطينيين في المستشفى الأهلي أن الفلسطينيين قاموا بقتل أنفسهم. الكيان يفترض، وهذا بالسياسة وبالتقدير السياسي، أن الحل هو الوصول بالصراع إلى عتبة خيار الحرب الشاملة بسبب أزمته مع حرب الاستنزاف. هذا يعطيه حسب افتراضه أولا، يفترض أن محور المقاومة وترهيب محور المقاومة كما يظن هو بخيار الحرب الشاملة سيقود إلى تسوية على مقاس الكيان الصهيوني وتعويضه عن بعض الخسائر التي لم يستطع أن يفهمها أن يجد لها حلا. والأهم، التلويح بالحرب الشاملة قد ينهي حرب الاستنزاف القاسية، لأنه لا يوجد حله وأيضا لم يستطع أن تحملها. ثانيا، الكيان يفترض أنه في حال رفض المحور هذا الترهيب ولم يخضع له،
وكانوا على استعداد للدخول بالحرب كما يعلن قادة المحور، ورفضوا التسوية على مقاس الكيان الصهيوني. فإقدامه على الحرب الشاملة بسبب الدعم الغربي والدعم الأمريكي، ونرى الآن الحديث عن إرسال سفن أمريكية وكل ذلك، هذا سيضع الكيان في موقع أفضلية تقنية وتسليحية، وطبعا دعم غربي لا محدود، وبالتالي يمكنه لاحقا وان بثمن كبير لانه سيدخل حرب وسيتعرض لخسائر ربما من فرض بعض التسويه. الان هذان الافتراضان لمن يعرف اولا منطق وتجارب حركات التحرر، من انتبه عن قرب لما حصل منذ 27 هو مخطئ في الافتراضين. الافتراض الاول، المحور سيتمسك، وفي الحقيقه يجب ان يتمسك بنهج الاستنزاف. فمنذ حرب 1948 وحتى الآن لم يعرف العرب والمسلمين، ولا يمكن أن أؤكد أكثر، أن حركات التحرر أيضا على المستوى العالمي في القرن العشرين لم تعرف نهجا أكثر فعالية مما قامت به تحديدا حزب الله واليمن في الاستنزاف. وهذا قاد لانسداد الأفق أمام الكيان لدرجة استعداده لتوريط المنطقة والعالم كلها في حرب هو لا يعرف إلى أين ستقود. نعم. إذن الإشكال، لا يوجد حل لحرب الاستنزاف. الجانب الأهم، محور المقاومة يعرف أن حرب الاستنزاف التي يشنها هي أهم أدوات الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الحرب. الجانب الافتراض الثاني خطأه أن الحرب الشاملة برغم كل ما قلناه عن الأفضلية التسليحية والأفضلية التقنية ودعم الدعم الغربي غير المحدود، غير مضمونة على الإطلاق. منذ 28 الغربيين والامريكي، يعني منذ 28 لماذا لم يفعلها الكيان؟ لماذا لم يذهب الى الحرب الشامله؟ لانه يعني بحساباته هي غير مضمونه. الغربيين والامريكيين ايضا لديهم تجارب وتجربه مؤخرا في افغانستان، هزموا فيها مع خصوم اقل صلابه واقل امكانيات، ويمكن ان نقول اقل شراسه واقل يعني أقل إمكانيات بالمعنى الشامل وأقل خبرات من محور المقاومة. ولهذا لم يلجأ الكيان إلى هذا الحل. جاءت قضية افتعال قضية مجد الشمس، هي تتفق مع النمط الإعلامي الذي يقول العرب ليسوا كائنات سياسية، هم يعني على استعداد لقتل أنفسهم ويقتلون أنفسهم. يعني الفلسطينيون هم من ارتكبوا مجزرة المستشفى الأهلي، هو نفس الاتهام، وحتى المعمداني عن مجد الشمس، نعم نفس الاتهام مع مجد الشمس رأيناه سابقا وسوق له الإعلام، ويمكننا أن نتحدث بالتفصيل عن كيف تم التمهيد لهذه السردية لإعطاء الكيان هذا الخيار أنه يلوح بالحرب الشاملة، رغم أن كما قلت واضح. القضية المحورية محمد ثانية واحدة. نعم. القضية المحورية هنا، وهو ما يجب أن يعرفه الناس، أهمية وفعالية حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة. يعني ربما الناس بسبب المشاعر والعواطف وهذا كله مفهوم، وربما كلنا نفضل لو كان بالإمكان مثلا خوض حرب والتخلص من القضية والانتهاء من الموضوع، ربما يكون هذا خيار يعني متوفر، ولكن حرب الاستنزاف أثبتت فعالية، وهذا كل ما يفعله الكيان الصهيوني هو محاولة للالتفاف على ذلك، محاولة لإنهاء حرب الاستنزاف، لأنها تشكل ضغط لا حل له بالنسبة للكيان الصهيوني. واضح. طيب الآن إلى محور آخر، وهو أيضا يشبه إلى حد بعيد ما كنت تتحدث به دكتور سيف، حيث لم تمضي 24 ساعة على اختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حتى كان التحقيق الإعلامي الغربي جاهزا، تحقيق مبني على استصراحات مجهولة المصدر. ماذا في تفاصيل ذلك؟ سنسأل بهية، وأيضا كيف تم الاستناد إلى تحقيق قناة إعلامية وتغييب رواية البلد المعني؟ كيف كل ذلك بهية؟ نتحدث عن نفس السياق التضليلي محمد، لا يمكن أن نقرأ ما حدث في مجد الشمس بعيدا عن حادثة الاغتيال في طهران أيضا. يعني في هذا المحور الثاني سنتحدث عن عمليات الاغتيال التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفذتها في طهران وفي بيروت، وسنشرح كيف تعاملت إعلاميا مع هذا الملف او مع هذه يعني هذه الاستهدافات.
وبالتالي لنفهم أكثر كيف أن هذا الأمر يعني هو سياق متصل ولا يمكن قراءة هذه الأحداث بمعزل عما حصل بمجد الشمس. يعني هذا جزء من المشهد، ليس انعكاس للمشهد كما حاول بعض الإعلام الإسرائيلي أن يصور وحتى بعض الإعلام الأمريكي. اللافت أنه في هذه الأيام القليلة الماضية لم نعد نتحدث عن أو نتعامل مع عمليات تضليل بسيطة أو تكمل ما تبدأه الحكومة الإسرائيلية وما يسارع إلى القيام به الإعلام الأمريكي من تلفيق، من عملية تهويل، من عملية أيضا يعني تغييب لتفاصيل معينة. كنا نتحدث أو يمكن أن نقول أننا أمام عملية صناعة الكذب، عملية فبركة الكذب من أساسه، صناعة هذه الروايات التي تخدم حتى بدور وظيفي مكمل لما سنتحدث عنه بهذا السياق. يعني هنا البداية كانت مع صحيفة نيويورك تايمز، من بعدها أيضا موقع أكسيوس، تقارير بشكل تسريبات ترسم صورة مثيرة للقارئ إن صح التعبير. طبعا هذه الوسائل الإعلامية يعني لديها رصيد كبير كما ذكر دكتور سيف من اختلاق الروايات والإمعان بالكذب، أيضا سنستعرضه ضمن هذا المحور. كما ذكرنا هذا الفارق هذه المرة أنه ليست جزء مساند لرواية الاحتلال، هي ضلع رئيسي بمنظومة الجريمة وصناعة هذه الجريمة. ولو أردنا أن نتحدث أيضا عن الدوافع، ربما من طريقة تقديم هذه الأخبار ومحاولة يعني تغييب فكرة تحمل المسؤولية أو تحميل المسؤولية وصناعة رواية بديلة، هي نوع من يعني إبعاد أو التشكيك في شرعية الرد الإيراني حتى قبل أن يحدث هذا الرد. لأن عمليا محمد تصوير الموضوع وكأنه نجاح استخباراتي أو عملية استخباراتية يبقيه ضمن فئة الحرب الخفية بمكان أو بآخر، ولكن أن تكون هذه من هجوم كما ذكرت المواقع الإيرانية الرسمية، هجوم بمقذوف جو أرض وبالتالي ربما انتهاك أيضا لسيادة دول أخرى كانت يعني محط استخدام خلال هذه العملية، كل هذا الأمر يجعل من العملية معقدة أكثر، تحميل المسؤولية بشكل أكبر ويشرعن الرد الإيراني بشكل أو بآخر. بعد جريمة الاغتيال في طهران، جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، خرجت صحيفة نيويورك تايمز مباشرة بتقرير مطول بدأ وكأنه جاهز بعض الشيء. هو تقرير أمني إلى حد كبير معدوه للمفارقة، يعني يقيمون بين تل أبيب والولايات المتحدة. يتحدث عن اغتيال هنية بعبوة ناسفة هربت إلى دار الضيافة كما ذكروا في طهران قبل شهرين، بحسب مجموعة من المسؤولين 7 مسؤولين من الشرق الأوسط بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي. ونسبت الصحيفة إلى 5 من هؤلاء المسؤولين قولهم إنه القنبلة تم تفجيرها عن بعد بمجرد التأكد من وجود الشهيد إسماعيل هنية داخل الغرفة. بعدها كرت يعني صبحة التقارير الأمريكية والمزاعم بأنه التفجير تم بقنبلة زرعت في الغرفة. باراك رافيت كتب عن الموضوع أيضا على منصة أكس، أفرد موقع أكسيوس مباشرة من بعدها مساحة خاصة لكلام باراك رافيت الذي نسب روايته إلى مصدرين مطلعين كما قال. لاحقا أيضا نقل مراسل شبكة CNN في حيفا المحتلة عن مصدر لم يسمه قوله أنه عملية الاغتيال نفذت بقنبلة مزروعة في طهران، مصدر الرواية إذن من داخل الكيان الإسرائيلي. وبناء على هذا الكلام فتحت الشبكة باب التحليل والاستعراض من بعدها أيضا للحديث عن فشل استخباراتي أمني إيراني كما سمته وكما سنشاهد في هذا التقرير. I'm told by a source familiar with the matter that Ismail Haniyeh was assassinated in Tehran early yesterday morning using a bomb that was covertly hidden in the guest house where he was staying. But this bomb, I'm told, was actually covertly planted inside that guest house about 2 months ago, and it was only remotely detonated once it was clear that Ismail Haniyeh, Hamas's political leader, was actually inside his room. That really indicates that people were quite frankly, overcome by by their own sloppiness in this particular case, and this very fact on the Iranian side shows that Israel has been able to penetrate their security apparatus quite a bit, and that of course signals some major weaknesses in the Iranian structure.
طبعا هذه التقارير الأمريكية محمد يعني كالعادة تلقفتها المواقع والصحف الإسرائيلية، أبرزها تايمز أوف إسرائيل، هارتس، جي أن أس، وجويش كرونيكل أيضا، وهذا مفهوم بالنسبة للإعلام الإسرائيلي يعني في غياب أي تبني رسمي إسرائيلي للعملية، على عكس ما جرى مع القائد في حزب الله في حزب الله الشهيد فؤاد شكر. كذلك الأمر بالنسبة إلى صحف ومواقع عربية، مثلا يعني مواقع غربية عفوا، وطبعا من بعدها مواقع عربية. بالمواقع الغربية البداية مع ناشنال ريفيو التي نقلت عن نيويورك تايمز قولها أنه زعيم حماس إسماعيل هنية قتل بقنبلة زرعت قبل أشهر في دار الضيافة، ما يختلف بين صحيفة وأخرى كما نشاهد هو فقط أسلوب صياغة الخبر، يعني طريقة تقديم القصة أو الرواية أمام الجمهور وكيفية صياغة هذه المادة أيضا في حساباتهم على منصات التواصل. فوكس نيوز عنونت أنه تقرير يفيد بمقتل زعيم حماس إسماعيل هنية بعبوة ناسفة كانت مخبأة في المكان. أيضا ديلي بيست كتبت القنبلة التي قتلت أحد أكبر قادة حماس زرعت سرا قبل أشهر. وفي التلغراف نطالع هنا أيضا زعيم حماس قتل بقنبلة هربت إلى غرفته في طهران قبل أشهر. طبعا هذه الرواية الاستخباراتية وجدت موطئ قدم لها أيضا في مواقع ناطقة باللغة العربية كما ذكرنا، استندت دائما إلى تقرير نيويورك تايمز كما نشاهد في بعض هذه المواقع. وللأسف كمية التهويل أيضا كانت كبيرة جدا، وعملية التبني لهذه الرواية لحسابات مما يعني يسمون بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي خاصة في المنطقة العربية. لابد هنا يعني قبل أن نغوص أكثر في الملف أن نتوقف عند حجم التزوير الذي مارسته نيويورك تايمز في تغطيتها للحرب تحديدا. نتذكر مثلا منهجيتها الغامضة، عدم تحريها الدقة، أحادية مصدر المعلومات، الأخطر تقديم روايات، صناعة روايات من الصفر حول أحداث 7 أكتوبر، تبين أنه لا صحة لها، ولم تتراجع هذه الصحيفة عن أي من هذه المزاعم حتى بعد أن نفت الجهات الرسمية، حتى بعد أن نفى يعني عدد من الشهود الذين استندت إليهم في عدد من المواد. هذه الصوتية يعني تصب بهذا الاتجاه، نستمع إليها معا محمد. So what happened was is the person they said was raped, their family came back and said no they weren't, no she wasn't. Yeah, it wasn't Hamas debunking it. The family, why are you just throwing the family, saying our daughter was raped? The New York Times has just been handed the Pulitzer Prize for its Gaza reporting. This is the same New York Times that publishes headlines like this that completely obscure who is doing the killing or describe hundreds of thousands of people fleeing a genocide as merely on the move. And it's the same paper that changed its headline twice in order to shield Israel from accountability. The first change removes the fact that Israel was the perpetrator of the hospital attack. And the second removes the fact that it was an airstrike at all. At least 500 dead in a Gaza hospital blast is a headline for when there's been a gas leak, not a major war crime. It's no coincidence that the Times consistently covers the news in a way that demonizes Palestinians and shields Israel from blame. يعني اللافت أن تأتي عملية ضحض هذه المزاعم دائما على لسان صحفيين وناشطين من الغرب، يعني كانوا يتابعون عمل نيويورك تايمز سابقا ويعني تفاجأوا بأسلوب العمل خاصة في طوفان الأقصى، وأخذوا على عاتقهم مهمة التدقيق في هذه المعلومات وكل هذه الأخبار التي أخذتها على عاتقها. أيضا الإصرار على نقل رواية نيويورك تايمز يأتي رغم تأكيد وكالة فارس الإيرانية بناء على معطيات من قلب إيران أن عملية الاغتيال نفذت بإطلاق مقذوف جو أرض على مقر إقامة الشهيد هنية، وأيضا تشير المعطيات إلى أن الاغتيال تم بتخطيط وتنفيذ إسرائيلي كما أكدت الوكالة. لن تجد هذه المادة بطبيعة الحال في أي من المواقع الغربية التي ذكرناها والتي يعني واكبت هذا الخبر منذ نشر نيويورك تايمز لهذا التحقيق. وأعاد حتى التلفزيون الإيراني التأكيد أنه كل هذه الروايات هي روايات غير حقيقية وغير واقعية، هي في سياق تضليلي كما سماها، ويعني طلب من الجمهور عدم التعامل معها وعدم أيضا تبنيها على المنصات. نختم مع هذه المادة لأنه أيضا تأتي بنفس السياق محمد، ليست فقط مواقع إعلامية إيرانية التي نفت، موقع ميدل إيست آي البريطاني أيضا أكد بناء على شهود عيان أن الأدلة تشير إلى تنفيذ عملية الاغتيال بصاروخ أطلق على مقر إقامة القائد إسماعيل هنية، وبحسب الموقع 3 شهود عاينوا يعني كانوا في المبنى وسمعوا أصواتا قبل الانفجار ونفوا التقارير عن انفجار قنبلة مزروعة. وأيضا بحسب هؤلاء الشهود العيان فإن أثار الانفجار التي رأوها يعني بأم العين
تشبه أثار الهجمات الصاروخية وليست قنبلة مزروعة. وهنا نعود إليك دكتور سيف، يعني هل تتفق مع القائل أنه الكثير من الوسائل الإعلامية في دول العالم الثالث تفوق هذه السقطات الإعلامية لوسائل إعلامية كبيرة من المفترض وفي بلدان ديمقراطية؟ لماذا كل هذا التبني لهذه الرواية؟ لماذا كل هذا التشويش؟ لماذا كل هذا التبني؟ ما الهدف الرئيسي من ذلك؟ وفي الحقيقة أستاذ محمد، هي ليست سقطة، هذا ما تقوم به وسائل الإعلام في الغرب، هي جزء من مشروع الهيمنة على العالم، وبالتالي هي تقوم بدور ووظيفة في سياق هذا المشروع، في سياق هذا المشروع الكبير، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع ليس فقط أن ينقلوا الحقيقة، خصوصا إذا كانت الحقيقة لصالح أطراف مثل الطرف العربي والمسلم والفلسطيني، ولكن هذا دائما كان معروف في الحقيقة. وبالتالي يعني صحيح كلامك، أنا أتفق تماما، يعني هذه النظرة الدونية للإعلام غير الغربي، هذه نظرة هي أيضا نتاج لأدوات الدعاية وأدوات الهيمنة، أنهم أفضل منا في كل شيء حتى في الإعلام. ولهذا قلت أنا في البداية، في بداية حروب الإعلام، أن أحد أسباب نجاحهم أنهم استطاعوا فرض النمط والنموذج على كل العالم، وبالتالي من يقوم بتقليدهم بالأسلوب والنمط هو في الحقيقة يساهم في تحقيق أهدافهم ووظيفتهم. ولكن ما حصل منذ 27 كان شيئا جديدا، كان هناك فظاظة، وكان الكذب والدعاية فج بطريقة غير مسبوقة، وهذا يؤكد أنهم أدركوا عمق الأزمة. التقرير الأول الذي صدر مثلا من نيويورك تايمز قال بالحرف، عنوان التقرير كان أن إيران وحماس تتهم إسرائيل أو تلوم إسرائيل، يعني حتى تلك اللحظة لم يكونوا مدركين أو يعرفون أن الكيان الصهيوني سيعترف بهذه الجريمة. ولكن لاحقا رأينا سيناريو فيلم، حرفيا كما قالت بهية، كانت محاولة ترويج للاستخبارات الصهيونية، وكأننا يعني نتابع كأن سيناريو فيلم أو مسلسل مثل فوضى على نتفليكس الذي كان موجود مرة أخرى، وأكد على مقاطعة نتفليكس الحقيقة، يعني للدعاية لجهاز الاستخبارات الصهيوني، وهو جزء من صورة القوة في الحقيقة التي يحاولون ترويجها للتغلب على ما حصل في سنة 2000، هزيمتهم في سنة 2000، هزيمتهم في 2006، ما حصل في 27، ما حصل في مسيرة يافا اليمنية، وكل ذلك الذي كان دائما يلام عليهم أنه فشل استخباراتي، الآن يخرجون علينا بقصة. هذه القصة أولا لا يوجد دليل جنائي، كما قلت في المقدمة الأولى، كل قصصهم وسردياتهم وتقريرهم لا يوجد دليل جنائي، يعني لا تستطيع أن تتهم بالاغتصاب والقتل، لا تستطيع أن بدون دليل جنائي. في حالة هذه القضية، في حالة استشهاد القائد هنية، الدليل الجنائي سهل، يعني هناك فرق بين مفخخة أو قنبلة أو عبوة توضع في غرفة وبين صاروخ أو مقذوفة تأتي من الخارج. الدليل الجنائي سهل جدا للتقدير، ولكن هم لم ينتظروا حتى وجود أدلة جنائية، تبنوا الرواية الصهيونية. الجانب الآخر، يعني من ناحية الأدلة كلها غير متوافرة. من ناحية من كتب التقرير، وهذا مهم مرة أخرى، أنا ذكرت الاسم قبل قليل، رولين بيرغمان هو مقيم أصلا، يعني هو صهيوني إسرائيلي ومقيم في تل أبيب، وهو يعترف بعلاقته بجهاز الاستخبارات الصهيوني، وحتى جزء من القصص التي نعرفها طبعا من وجهة نظرهم والسرديات التي رواها عن الشهيد عماد مغنية من الاستخبارات الصهيونية تأتي عن طريقه. وبالتالي هو يروج للسرديات، أو حتى لو افترضنا أنه لا يريد أن يروج، مصدره الأساسي هي أجهزة الاستخبارات. اللافت الآن كما قلت، لسنا أمام مجرد أداء وظيفة للإعلام أو وظيفة سياسية في سياق هذه المنظومة. الإعلام الآن منذ 27 أصبح له وظيفة عسكرية، يعني هناك عسكرة للإعلام، وأصبح له وظيفة عسكرية وسياسية كما يستدل من التقارير الإعلامية. المصادر في هذا التقرير كلها مجهولة، لم يذكر اسم مصدر واحد، يعني كيف سنثق بذلك؟ الأهم أستاذ محمد، أنه في هذه الحالات حسب منطق ونمط الإعلام الغربي، دائما نرى أنهم حين لا يستطيعوا تأكيد صحة خبر أو تقرير عادة يذكروا ذلك، ولكن هذا
هذا يحصل ماذا يحصل في الإعلام الأمريكي وخصوصا نيويورك تايمز. في حالة كان التقرير يتعلق بالكيان الصهيوني يتم تبني السردية بدون تشكيك ولا حتى سؤال، يعني هذه عبارة لم يتم التأكد، هذه لم أرها في الإعلام الغربي حين يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني. واضح. في الحالة الفلسطينية هذا واضح، يعني هناك طبيب يهودي أمريكي يهودي، بالتالي هو يهودي وأمريكي، ذهب إلى غزة وقام بالتطوع في غزة، اسمه بارك بيرلماتر، وظهر على الشاشات وقال بالحرف أنه لديه أدلة عن قنص الأطفال، أن جنود الصهاينة كانوا يقنصون الأطفال ويقنصون الأطفال بطريقة متعمدة للقتل وأكثر من مرة، وعرض صور لأطفال فلسطينيين طفلين من غزة تم قنصهم في القلب وفي الصدر أكثر من مرة للتأكد من قتلهم، وقال أنه لم يستطع حتى استخدام سماعة القلب بسبب آثار الرصاص. ومذيعة CNN حين عرض التقرير وعرض الصور قالت بالحرف CNN لا تستطيع تأكيد ما يقوله هذا الطبيب وهو موجود في الاستوديو. ولكن حين يأتي الموضوع للكيان الصهيوني هذا غير مهم. الجانب الآخر وهذا يعني أنا أردت أن أسرد هذه الأفكار في البداية، الاستناد إلى تاريخ من الشيطان، يعني بسبب التاريخ الاستعماري، بسبب التاريخ تحديدا احنا نتحدث عن الاستشراق، العرب ياخذون نصيبا هائلا من الاستشراق والشيطنه والصور العنصريه بسبب ما هم يتخيلون الصراع بين الاسلام والمسيحيه او المسيحيه الغربيه والاسلام او المنظومه الغربيه واهميه المنطقه الاسلاميه. لكن التشويه يصل الان وهذا منتهش لانه بسبب هذه الخلفيه وهذا التاريخ يتم تقبل أن العربي يقتل نفسه، أن حزب الله يقصف مجد الشمس، وهم لا يعرفون أننا كعرب نتغنى بمجد الشمس، مجد الشمس يا عزتنا، يعني بأغانينا نتغنى بصمود وبطولة ومقاومة أهل مجد الشمس. والجانب الآخر هناك البعد الجنائي، كما قلت كل التفاصيل التي تحدثوها عن صاروخ فلق لا تنطبق على الإطلاق مع ما حدث. والجانب الآخر الأدلة الجنائية لماذا يرفضونها، ولكن إنكارهم أو عدم سردهم للأدلة الجنائية يستند على فكرة أنه كل ما يقولونه عن العرب والمسلمين يمكن تصديقه لأننا لسنا كائنات سياسية، لم ندخل التاريخ، نحن نقتل أنفسنا في المستشفى الأهلي، نحن نقتل أنفسنا في مجد الشمس. وايضا نعم دكتور، العالم كله ان ياخذ تقارير مكتوبه في تل ابيب من قبل كتاب صهاينه بعضهم كان يعمل في مكتب الناطق العسكري. هذا باختصار جزء من الموضوع. واضح. وهنا نعود لك بهي حتى نسال، يعني في الاعلام الغربي طالما نتحدث بهذا الجانب، على ماذا تم التركيز بعمليه طهران؟ دائما مع الفشل الإسرائيلي برسم مشهدية الانتصار يعني في الميدان في غزة، لأنه سردية العبوة الناسفة كما قلنا هي أقل قوة في يعني قانونية الاتهام بالمسؤولية لو أردنا أن نقول، مقارنة مع الصاروخ الموجه. دائما في محاولة أيضا تشكيك بشرعية الرد الإيراني حتى قبل أن يحصل هذا الرد. رأينا التركيز على البعد الأمني لعملية الاغتيال، تلته محاولة لتصديرها على أنها إنجاز إسرائيلي مقابل دائما إخفاق أمني استخباراتي إيراني. وول ستريت جورنال عنونت أبرز من قادوا هذا، يعني ربما أبرز بعناوينها هي أبرز من قادوا هذا التوجه، نماذج مثلا تقول إسرائيل تستعيد الردع في الحرب على الإرهاب، نتنياهو يقرر وهنية يرحل. نقرأ أيضا في الصحيفة نفسها مقتل هنية ضربة كبيرة لإحراج الإيرانيين، إظهار الثغرات الهائلة في أجهزتهم الأمنية والاستخباراتية. بنفس السياق أتلانتيك كونسل تحدثت في تقريرها أن الأصول الاستخباراتية الإسرائيلية تهدد إيران. بلومبرغ عزفت على نفس الوتر، اعتبرت أن عملية الاغتيال كشفت فشلا إيرانيا جوهريا. ورأت بلومبرغ أن تل أبيب بهذه العملية تنقل الحرب بالوكالة إلى أرض العدو، وأن اندلاع حرب من عدمه يتوقف على الإشارات الصادرة من واشنطن. في هذا السياق كتب توماس فريدمان في صفحة نيويورك تايمز أيضا مقال بعنوان اللعبة الخطيرة التي تلعبها إيران. ثمت من ذهب أيضا باتجاه ربط الاغتيال بجريمة مجد الشمس، وهذا أمر لافت في الإعلام الغربي. بي بي سي اعتبرت أن التوقيت يشير إلى أن اغتيال هنية كان جزءا
أوسع من الرد الإسرائيلي على هجوم الجولان، وهو الرد الذي تضمن قتل قائد كبير في حزب الله في بيروت بحسب تعبير بي بي سي طبعا. طيب هل هناك ما تضيفه بهية؟ السردية هذه، السردية الأمنية الإعلامية لا تلغي أزمة الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي. محمد، صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن فشل سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في منع ظهور يعني خلفاء أكثر خطورة عليها. أيضا موقع أتلانتيك كونسل بنفس الإطار وفي هذا الملف الذي يتعامل فيه مع الأحداث في غزة، اعتبر أنه ما سماه النجاح التكتيكي الأكثر تأثيرا بالنسبة لإسرائيل لن يؤدي حتما إلى انتصار استراتيجي. ومواقف كثيرة أخرى مشابهة رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني صبت بنفس الاتجاه. هذا الباحث في معهد شالوم هارتمان يقول أنه تصفية كبار المسؤولين ليس استراتيجية، إن الحرب من دون عملية سياسية لن تحقق النصر. ياسمين الجمل أيضا الموظفة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية تقول أنه اغتيال هنية لا يسهم من وجهة نظر استراتيجية بحتة في تعزيز أهداف الحرب الإسرائيلية بقدر ما هي محاولة لإظهار القوة. أخيرا هذا الأستاذ في جامعة جون هوبكنز ولي نصر يعني رأى أنه عمليتي الاغتيال في بيروت وفي طهران تدفعان الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية كارثية وسط فراغ الحكومة العرجاء في الولايات المتحدة. والختام مع الكاتب آدم جونسون الذي يقول أنه فكرة أنه إسرائيل تتفاوض بطريقة أو بأخرى لإنهاء الأعمال العدائية الحالية هذا اختراع إعلامي أمريكي 100%. واضح. وإليك دكتور سيف، يعني إسرائيل اغتالت الشهيد إسماعيل هنية في طهران بتلك العملية، قامت على أساس حسابات معينة، هل بالضرورة تلك الحسابات صحيحة؟ لأن هناك رد إيراني وواضح الكلام الإيراني وأيضا واضح القلق الإسرائيلي، ولو استشهدنا بكلام السيد نصر الله اضحكوا قليلا يعني للنشوة التي يشعرون بها فستبكون كثيرا، بمعنى هناك ما ينتظر إسرائيل هو الصعب. كيف يمكن أن نزين الأمر استراتيجيا؟ يعني تعليق سريع على مقالة توماس فريدمان. توماس فريدمان مقالته هناك قضيتين لافتتين فيها في هذه المقالة. القضية الأولى أنه وضع السياق، قال بالحرف للأمريكيين أو لقراءه أن هناك مصلحة أمريكية حرفيا في عزل إيران وبالتالي وفي عزل الصين، ولكن تحدث عن الممر الهندي وتحدث عن كل الإجراءات التي قام بها أنتوني بلينكين وجيك سوليفان مسؤول شؤون الأمن القومي والرئيس بايدن منذ عامين من أجل عزل إيران وبالتالي من أجل مصلحة أمريكية وطبعا وكان السؤال دائما هل نتنياهو هل سينظر إلى مصلحته الخاصة مصلحة إسرائيل وأيضا المصلحة الأمريكية، وهو تحدث عن ثلاثة أشكال من المصالح. وبالتالي هو مهد بهذه الطريقة وبهذا الادعاء إلى تبرير تدخل أمريكي في حالة حصول حرب شاملة. هو يقول للأمريكيين من مصلحتنا كأمريكيين ومن مصلحة أمريكا، وهذا ما كانت تقوم به أمريكا منذ عامين، وبالتالي ما قام به نتنياهو هو مجرد استكمال رغم أنه كان يشتم نتنياهو في مقالات سابقة. اللافت الآخر في المقال هو استخدامه لمصطلح إمبريالية لتوصيف إيران، يعني معصوف العمر صار ماركسي. لا أريد أن أتحدث عن الإمبريالية كمفهوم، ولكن أن تتحدث أن تكون كاتب عمود في نيويورك تايمز في الولايات المتحدة وتتهم دولة مثل إيران بأنها إمبريالية، يعني هذا مضحك جدا. ولكن مصطلح إمبريالية هو مصطلح ليس مجرد مصطلح شتيمة، له معاني وله تبعات وله أهداف من استخدامه. وبالتالي هو يصور الإيرانيين محاولتهم للسيطرة على المنطقة كلها، للسيطرة على العرب، وحتى أن بعض العرب قلقين ولهذا يشاركون كما قال أمريكا وإسرائيل. دكتور أسف على المقاطعة، هم أيضا قتلوا اليهود وكان هناك عداء حقيقي للسامية في الغرب ثم ألقوا بالتهمة علينا. صحيح بالضبط. والآن هم وضعوا اليهود بين ملياري مسلم واستخدموهم لقتل الكثير من العرب والمسلمين وجرائم الإبادة التي تحصل، وهذه يعني أيضا جريمة بحق اليهود. ولكن الهدف من هذه القضية هو هم يعتقدون الآن أن التلويح أو الظهور بمظهر الإقدام والذهاب باتجاه الحرب الشاملة، نعم، وأن الإقدام على اغتيال
القائد فؤاد شكر في الضاحية في الضاحية الجنوبية في بيروت، نعم. واغتيال الشهيد حنية في داخل طهران، هذا يعني أنهم مستعدين للذهاب في كل الطريق. هذا يعني قضية واحدة. يعني هذا السؤال المهم، لماذا لم يقدم الكيان الصهيوني منذ 28 على حرب رغم أن حزب الله دخل المواجهة، رغم أن إيران ضربت في 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 شهر 4، رغم أن اليمن دخل على 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 جبهات الإسناد منذ البداية، لأنهم منذ البداية حساباتهم تقول أن هناك إشكال. المستهدف الآن برأيي، هذا تقديري، المستهدف الآن إيقافه وإنهاءه هو جبهات الاستنزاف أو حرب الاستنزاف، لأن حرب الاستنزاف هي الحرب المنطقية لقوى مثل حركات المقاومة تواجه عدوك الكيان الصهيوني بكل إمكانياته التسليحية والتقنية والدعم الغربي والأمريكي. هم يفترضون أن ذلك قد الحرب الشاملة قد التلويح بها بهذه الطريقة قد يقود إلى تراجع محور المقاومة، لكن كما قلت في البداية الحسابات خاطئة لسبب أساسي، أن ثمن وقف جبهات الاستنزاف أكبر مما حتى الآن هم على استعداد لدفعه، وبالتالي هم حتى الآن لا يريدون دفع الثمن المترتب على كل ما حصل منذ 27 وما بعد، لأن كل أي ثمن سيدفع سيكون بمثابة هزيمة كبيرة. الجانب الآخر، لا أحد، لا أريد أن أكون يعني أن أدعي شيء، ولكن لا أحد هم تحديدا يستطيعون الحسم بنتيجة الحرب الشاملة، خصوصا بعد كل ما رأيناه بالأشهر العشرة الماضية. واضح، شكرا جزيلا لك دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع، والشكر أيضا موصول لك يا زميلة بهي حلاوة مديرة الميادين أونلاين. مشاهدينا، نحن وصلنا إلى ختام حروب الإعلام لهذه الليلة، لكن في الختام نترككم مع هذا المقطع ما بين زحمة التحليلات والتأويلات حول المقبل من الأيام. يبقى الثابت أن المقاومة وما ضرها تاريخيا سلاح الاغتيالات مقاومة ترث الصمود كابرا عن كابر، كما وعد الشهيد إسماعيل هنية في لقائه الأخير مع قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي. هذه هي الدنيا، وأمات وأحيا وأضحك وأبكى، الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر إذا غاب سيد قام سيد إن شاء الله تعالى.